سؤاله الثاني يقول: له إخوة وأخوات لم يتزوجوا بعد، وكلما هم أحدهم بذلك لم يكتب له التوفيق. يقول: هناك من يقول بأن هذا بسبب سحر، توجيهك له يا شيخ. الحقيقة هذا من أخطاء الناس الشائعة، كلما يعني تعثر لهم أمر أو لم يتحقق لهم أمر بشيء من أقدار الله عز وجل لجأوا إلى هذه الغيبيات أو هذه المغيبات التي يكون الغالب الساحق الأعظم أنها اعتقادات غير صحيحة، لا وجود لها. وهذا لا يعني أنه لا يوجد سحر، نعم. السحر هذا ثبت، الله عز وجل ذكره في القرآن، وثبت في صحيح البخاري في قصة لبيد بن أعصم اليهودي حين سحر النبي صلى الله اللهم عليه صل وسلم. وسلم. ولذلك نقول هنا بأن السحر حق، لكن الناس أعطوا هذا السحر في هامش حياتهم كل شيء، حتى جعلوا السحر كأنهم يتصرفون في كون الله وفي أمر الله عز وجل، وظنوا، لا نقول كفروا، لكن ظنوا أنهم يشاركون في تدبير الكون. فهذا الهامش الذي أعطي له أولئك السحرة كدر على الناس معايشهم وعطلها، وأثار الشحناء والبغضاء بين الأقارب. سحرتني فلانة، قال لي فلان، قال لي. وكما قال بعض أهل العلم بأن هذا إنما ينتشر في البيئات الجهل أكثر مما ينتشر في بيئات العلم، لا العلم الشرعي وهو الأساس بلا ريب، ولا حتى العلم وهي الثقافة والمعرفة. العلم الشرعي عاصم الحقيقة، فيه أذكار وفيه رقى وفيه التحصين بإذن الله عز وجل، والعلم الثقافي العام أيضا يجعل الإنسان يفكر ويحسب ويرجع إلى أهل العلم ويرجع إلى أهل الخبرة ويقارن. فلذلك لا ينبغي الإنسان إذا أصابه شيء، مرة قال عين، مرة نعم قال جن، مرة قال سحر، هذا لا يحسن الله تعالى علينا. وعليه أن يأخذ بالرقى، نعم بالرقى استشفاء وتحصينا. نعم التحصين هي أذكار الصباح وأذكار المساء والصلوات وتدبر أذكار اليوم والليلة وكذلك أذكار الصلوات، هذا تحصين. والاستشفاء حتى لو شك يرقي نفسه. نعم لا، لكن الجزم يا شيخ لا يحسن، لا لا يجوز، يمكن. ما يحسن. هذا الحقيقة يورث استكبار الشيطان وقوته. ونظير ذلك، أقول نظيره، ليس هو تفسير الآية، الله عز وجل قال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعوذون بهم ويخشونهم ويخافونهم فزادوهم رهقا، زادوهم رهقا هؤلاء. والله يا أخي اللي ترى بعض الناس فيهم من الكآبة ومن الخوف ومن الجبن ومن الذعر ومن الشك في الآخرين والشك في الناس، مجرد ما يطلع من بيت ويجيه يعني كدر بسيط، واللي يجيه مثل ما يقولون بعض الموت حيل، يعني نعم نوع من التعب والإرهاق، نوع تعب وإرهاق، وهو كما قال أحد الأطباء يقول ناقصه فيتامين دال، نعم ينقص فيتامين دال وعنده هذا الإرهاق، ثم يقول سحرني فلانة وفعلت لي فلان وعانني فلان، وكل هذا غير حسن. ولهذا كما ذكرت يجعل الشيطان يتعاظم ويستكبر ومن معه من جنوده من الجن، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية.